يا ربي ابن الله محمد عيسى وابن الحبيب عبيد الله بن محمد عيسى وشيخ الفقير بدر محمد بن علي باعلوي والمقدم الثاني سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الشقا باعلوي وجميع ساداتنا الابي علوي اينما كانوا وحل اربعهم ثم الى روح الحبيب محسن بن علوي الشقا والحبيب ابو بكر بن محمد بن عمر الشقا وابن الحبيب شيخنا ابو بكر الشقا الحبيب محسن بن عبد الله السقاف والحبيب عبد القادر بن حماد السقاف والحبيب محسن بن حسين الحداد والحبيب محمد بن علي الحلبي الحبشي ثم الى روح سيدي وقدوتي الى الله والدي الحبيب عبد القادر بن عبد الرحمن السقاف ونستحضر على رضاهم الطاهره الزكيه ولك شفع بهم في هذا الجمع وفي هذه الوقفه وفي هذه الساعه الشريفه المباركه والى ارواح والدينا ووالديكم وامواتكم بالحال والمعاصر وأمراض المسلمين عامة أن الله يتغشاهم الجميع بالرحمة والنصرة ما يعيد علينا وعليكم هذا الجمع هذا الجمعات وهذه المجالس الخيرية سنين عديدة بعد الله عوام مديدة مع صحة وعافية وإلى أرحم الراحمين نختم بها إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين ارحمنا وارحم الحاضرين ارحمنا وارحم المسلمين اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا والحاضرين يا ذا العلا في هذه الليلة واغفر لنا والحاضرين يا ذا العلا في هذه الساعة اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن حبيبك رجا وأنت لا تزل لذلك أهلا اللهم يا من يسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا شاحن كل قليل ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا امن كل خائف يسر علينا كل عسير وتيسر عسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج الى البيان والتفسير حاجاتنا وحاجة الحاجين اليك كثير وانت عالم يا وبصير اللهم اجعل هذه الليلة خدمة مباركة وتلاوة نافعة يا رب العالمين اللهم ادخلنا بها الجنات وأعطنا بها الدرجات وكفر بها عنا السيئات واغفر لنا يا مولانا بها الزلات يا رب العالمين اللهم اختم لنا شهر رمضان بالخير واجعلنا من أهل الخير اللهم إنه قد مضى علينا أكثره ولن يبقى علينا إلا آخره اللهم أعده علينا بالخير وأعده علينا بالبركة وأظهر علينا أنواره وأظهر علينا أسراره وأظهر علينا بركة الصيام وأظهر علينا بركة القرآن وأظهر علينا بركة القيام ويشهدنا ليلة القدر ويشهدنا ما فيها ويجعلنا من أهلها ومن حاضرها ويجعلنا لمن حضرها وظفر بها ظاهرا وباطنا ويجعلنا والحاضرين من العائدين الفائزين رضا رب العالمين اللهم اجعل هذه الليلة ليلة القدر اللهم اجعل هذه الليلة ليلة القدر آمين وأكرمنا لحضورها وأكرمنا لشهود أنوارها وأسرارها وأخرنا لشهود بركاتها وإبداداتها اللهم إنا نسألك بحق هذه الليلة التي هي خير من ألف شهر واجعل صلاتنا مقبولا عندك ودعواتنا مقبولا عندك وأذكارنا مقبولا عندك وقراءاتنا مقبولا عندك وزكواتنا مقبولا عندك وصدقاتنا مقبولا عندك وصيامنا مقبولا عندك وكل عمل ما عملنا من عمل خير مقبولا عندك اللهم اجعلنا والحاضرين من المقبولين واجعلنا والحاضرين من عتقائك من النار
اللهم وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وأولادنا ومشايخنا ومعلمينا وأصحابنا وأحبابنا ومن يحبنا ونحبه من أهل لا إله إلا الله الذي سبب إلى مغفرتك في قبورهم. أدخل اللهم في قبورهم الروحة والريحان والفسحة والأمان والرحمة والغفران والبشارة والرضوان. اللهم آنسهم في قبورهم وبلغهم من أخبارنا ما يزورهم ولا نبلغهم من أخبارنا ما يزورهم. اللهم كما سهلت أمورهم فسهل لنا أمورنا وافتح لنا فتوحهم وكما عطيت سؤلهم فأعطنا جميعا سؤلنا يا رب. اللهم كما باركت أعمالهم فبارك لنا في أعمالنا وكما قويت رغبتهم بأسلافهم فقوي رغبتنا بأسلافنا رغبة قوية لا تمت أبدا. اللهم أحينا حياتهم وأمتنا موتهم بعد طول عمر في بعثتنا برسولك كمال الصحة والعافية والسلامة والرعاية والتوفيق والهداية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل آخر كلامنا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتوفنا وأنت راضي عنا غير غلبان واجعلنا في موقف القيامة من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأحزاننا بيننا وأحزاننا فيك السلام ونجد من الظلمات إلى النور. اللهم إنا نعوذ بك من فتن النار وعذاب النار ونعوذ بك من القبر وعذاب القبر. اللهم إنا نسألك دعاء الخير من القبر صلى الله عليه وسلم على رحال الجنة يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء ونجدنا من الكذب وأخرجنا من الخيانة إنك تعلم خالد الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا سترا ولأسماعنا دواء ولذنوبنا مخلصا ولذكرنا مخلصا. اللهم اجعل تشفيئا لنا وحجة لنا لا حجة علينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعل لنا من مقابلنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا غفرته ولا كربا الا نفرته ولا دينا الا قضيته ولا مريضان الا شفيته ولا ميتان الا رحمته ولا مظلوما الا نصرته ولا ظالما الا ذكرته ولا عسيرا الا يسرته ولا عائلا من حوائج الدنيا والاخره هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أتق أعمارنا وأعمار آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا. الله يطول أعمارنا وأعماركم يا حاضرين ونبلغ إن شاء الله رمضان رمضان ورمضان بصحة وعافية. اللهم ارحمنا والحاضرين وارحمنا هذا المسجد ومن بناه هذا المسجد قام لهذا المسجد ومن أما في هذا المسجد أذن في هذا المسجد حضر في هذا المسجد على هذا المسجد ومن بلغ متعلق بهذا المسجد فسأل الكثير الطيب حسي يحمى من اللعب ولا مشقة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن هذه ساعة الإجابة وهذه ساعة المسموعة وقفنا فيها كما من وقف وسألنا فيها كما من سأل وطلبنا فيها كما من طلب. اللهم عدنا كما عدتكم ولا تجعلنا نرجع من هذا الموقف صفر الأيدي. اللهم انظرنا والحاضرين حتى نرجع من هذا المقام الأعزاء منا متزوجين والعاجل منا من المجهولين بالأولاد المباركين وأولادنا وبناتنا وطلابنا إدراسا لبيننا عن النجم وفائزين والدائم منا نتقري المدينين والمعتل منا من المشتغلين ويشوفهم بأجزاء كثيرة مبادرة بدون تعب ولا أذية. اللهم أهلنا وإخواننا وأصحابنا ومن يحبنا ونحبه ومن أوصانا ومن طلب منا الدعاء ممن لا يقدر على الوصول إلى الجمع
الرسول الكريم حسين بن عبد الله الزكاه نسأل اللهم بجاه سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ان تقسم له بنصير وافر يوصله الى ديارهم والى قلوبهم والى قريبهم وبعيدهم. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك واعتق من نيرانك. اللهم انك تفضل على عبادك في اخر ليالي شهر رمضان بعتق رقابهم من النار. اللهم اعتق رقابنا اللهم اعتق رقابنا اللهم اعتق رقابنا اللهم اعد علينا رمضان احرارا حريقا وازمنا مجيدا. اللهم لا تحجبنا بركات هذا الشهر ولا من رحمات هذا الشهر ولا من أبحاد هذا الشهر ولا من إمدادات هذا الشهر واجعلنا والحاضرين منه أوفر حظ وأزهر نصيب. اللهم بحق هذه الليلة التي هي ليلة القدر أن ترحمنا والمسلمين واحفظنا والمسلمين وافرج عنا والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مستقيما نقيا مطمئنا وسائر بلدان المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا ممن يخافك ويخاف عذابك ويتبع رضوانك يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في أولادنا وبناتنا ولا تضرهم وافقهم الله واجعلنا برهم واهدهم إلى سواء السبيل. اللهم فقههم في الدين وعلمهم التأويل واهدهم إلى طريق آبائهم وعلمهم ما ينفعهم وانفعهم بما علمتهم. اللهم أنبتهم نبات الحسنة واجعلهم من العلماء العاملين وعبادنا الصالحين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء حوزنا وإذهاب همنا واجعلنا بحقه قائمين ومن الجفاء سالمين. اللهم نمر قلوبنا بتلاوة القرآن وزين أخلاقنا بجاه القرآن وحسن أعمالنا بذكر القرآن وبين وجوهنا بحسن القرآن من النار برحمة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من سعداء الدارين. اللهم أحينا حياة السعداء وأمتنا موت الشهداء وأنزلنا منازل السعداء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء. اللهم اجعلنا يا مولانا في شهرنا هذا وفي يومنا هذا وفي ليلتنا هذه لإعطائك من عتقائك من النار واجعلنا والحاضرين من المقبولين الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هدينا وتولنا فيمن توليت وارحمنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت لا يكفي ولا يغفر عليك فإنك لا يغفر الذنوب إلا عيد من بيت وقد كرم الله عليك فلك الحمد على المنكرين ولك الشكر على المحسنين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ويتوب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بيد القبول والى حمد العقول على الفاتحه. يا رب اعترفنا باننا اعترفنا واننا اشرفنا على الله اشرفنا فتب علينا توبه واغفر كل حبه وارزقنا الحب فيما من الحرمه واغفر لوالدينا ولمولدينا ولاهل الاخوان وسائر البلاد ونريد محبه او كرم او صحبه ونصب العلم والحمد لله بالبر والهدي.